أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى ولي عهده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الدكتورة نورة الكعبي وجميع العاملين وشعب الإمارات إجمالا على حفاوة الاستقبال والكرم الحاتمي الغير مستغرب من هذا البلد المعطاء. في هذا الاجتماع، اجتماع المجلس التنفيذي، هناك رؤية جديدة، انطلاقة جديدة للإيسسكو باستراتيجيات مختلفة. نريد أن ترقى الإيسسكو إلى مستوى المنظمات الدولية، نحاكي فيها نستشرف فيها المستقبل ونحاكي الواقع، ونقدم إن شاء الله عطاءات ومبادرات جديدة استباقية لعالم الإسلامي. تحدثنا كثيرا أو في عن بعض المبادرات التي قدمتها الإيسسكو، ونطلب إن شاء الله من أعضاء المجلس التنفيذي تأييد هذه المبادرات من بداية من هيكلة جديدة للمنظمة إلى رؤية مختلفة تماما عما كانت عليه. كل ما نرجو إن شاء الله الدعاء والقبول والتوفيق والسداد هذا، وستسمعون إن شاء الله خيرا خلال اليومين القادمين إن شاء الله. أبرز المبادرات تغيير الاسم المنظمة من المنظمة الإسلامية إلى منظمة العالم الإسلامي، وذلك رفعا للالتباس وأيضا انفتاحا على العالم الإسلامي. الدين الإسلامي دين السماحة، دين تقارب، دين تعايش، لابد أيضا أن يدخل العالم المنظمة في محاكاة المجتمعات المسلمة التي تعاني أحيانا في بعض الدول من انتقاص لحقوقها. هذه إحدى المبادرات. المبادرة الثانية هي مبادرة المجلس الاستشاري الدولي، وهو سيعطي للمنظمة حضورا وتموقعا دولي ليس فقط على محيط العالم الإسلامي وإنما على العالم أجمع. سيكون أعضاء هذا المجلس ممثلين من دول مختلفة، وسيروج الإيسسكو بشكل كبير جدا. لن يكون فقط مجلسا استشاريا ولكن أيضا مسجدا داعما معنويا وماديا. مبادرة من المبادرات الأخرى هي إعادة هيكلة المنظمة، هيكلها التنظيمي، وحاولنا بقدر المستطاع أن نقلص من بعض المسميات، والهيكل هو يخدم الرؤية الجديدة ويؤطر لمسارات جديدة في رؤيتنا القادمة. من المبادرات أيضا إنشاء مركز لتسجيل التراث الإسلامي. سجلت الإيسسكو حتى الآن 132 موقعا، ولكن نريد أيضا للعالم الإسلامي الغني بتراثه ومعالمه التاريخية والأثرية أن يكون لها تسجيل وحضور، والإيسسكو تؤكد بأن هذه الآثار وهذه المعالم التاريخية سيتم تسجيلها إن شاء الله والمحافظة عليها. هناك مبادرة أخرى أيضا، مركز الاستشراف الاستراتيجي أو بما يسمى مركز صناعة المستقبل، والإمارات جديرة بهذا، لديها مركز لصناعة المستقبل. نريد أيضا هذا المركز أن يستشرف ويستبق ما يمكن أن يكون لعالم المستقبل. نريد الإيسسكو أن تكون بيت خبرة وحاضنة للأفكار وحاضنة للأراء. هذه جزء بسيط من بعض المبادرات التي قدمناها، وهناك أيضا مبادرات أكثر وأكثر إن شاء الله.